واو نانسي، هناك الكثير من الأشياء المشوقة هنا. مرحبا يا فتيات، هل ترغبون في لعب لعبة سحرية؟ أفضل الجوائز في انتظاركم. واو، دعنا نحاول. أنا متأكدة من أننا سنفوز. نحتاج إلى التصويت بشكل صحيح. وفزنا. نانسي أنت الأفضل. مخاطبنا، أصبحنا صغيرين جدا. ها أمسكتكم، وعدتكم بجائزة وستحصلون عليها. أتمنى لكم رحلة سعيدة يا فتيات. ماذا يحدث؟ أين نحن؟ مرحبا بكم في تحدي الأزرار الغامضة. أي تحدي؟ لماذا نحن في أقفاص وتوجد كاميرات؟ هل أحد يتابعنا هنا؟ أنقذونا، أخرجونا. لماذا تصرخون؟ كل المرح آتي قريبا. اضغطي على الزر، لا تخافي. صحيح أن الزر ليس مخيفا على الإطلاق. على وعلى ذلك سقط مشروب لذيذ من ستاربكس على الشاشة. فقط انظر كم هو لذيذ، مع الكريمة المخفوقة حتى. جيليان، كل شيء لك، استمتعي. فقط لا تنسي التنفس واعتني بشعرك الجميل. وللزينة قبعة من الكريمة المخفوقة، كما أنها لذيذة جدا، جربيها. What? هاي، هذه لي. واو، شهية رقيقة جدا. أتساءل ماذا سيحدث إذا قمت بالنقر على هذا الزر. ماذا لدينا هنا؟ طعام قطط. كلنا نحبهم كثيرا، صحيح؟ هذا الكيس الآن لك يا نانسي. نعم، بالتأكيد رائحته ليست رائعة، ولكن ربما مذاقه أفضل. واو، الآن مطر بطعم التونة. لا يبدو أن نانسي مبتهجة. حسنا، لا بأس، حظ أوفر في المرة القادمة. والآن حان دور جيليان. أتساءل ما الذي ينتظرك هذه المرة؟ أضغط على الزر الأحمر لنرى الآن. نعم، هذه الكوكاكولا المفضلة لدى الجميع. وكم يوجد منها؟ هرم كامل. جيليان انتبهي، الكولا تمطر عليك مثل البرد الجليدي. آمل ألا تسبب لك نتوء على رأسك. ولكن الآن يمكنك الاستمتاع بكولا باردة ولذيذة. لدي طعام قطط ولديها كولا، هذا غير عادل. هيا نانسي، على ماذا ستحصلي الآن؟ واو، مدفع جليدي. بمساعدته يمكنك تجميد الأشياء. لنجرب الآن، إنه ملقم وجاهز لهجوم الجليدي. فقط كوني حذرة. الكولا المجمدة مذاقها أفضل. مثلجات حقيقية. جيليان، دعيني أجرب، أنا مجمد الكولا. لا، إذن خذي هذا، شعاع الفائق سوف يحولك إلى تمثال جليدي. الآن يمكننا تزيين الحدائق الشتوية معك. بينما جيليان مثلجة، فلنرى ما ينتظرها بعد ذلك. واو، نسكويك الكاكاو. واو، يا لها من نكهة، وهي ساخنة، فقط مناسبة لإذابة ملكة الثلج لدينا جيليان. انظروا، هذا ناجح. دوش من الشوكولاتة اللطيفة، ما الذي يمكن أن يكون أفضل؟ كم هذا رائع. اللعنة يا نانسي، لقد أصبح الرشاش فارغا بالفعل، ولن تتمكني من تجميد أي شيء بعد الآن. جيليان، اضغطي على الزر. لدينا الكثير من المرح هنا. في كل مرة مفاجأة جديدة. ماذا سيحدث الآن؟ واو، نظارات عالية التقنية. هذه تقنية سرية للعملاء الخاصين. فقط الجواسيس الحقيقيون لديهم مثلها. سوف نستعيرهم لبعض الوقت من أجل التحدي. جيليان، أمسكي. فقط كوني حذرة، هذه تقنية قيمة جدا. واو، كما لو أنني في لعبة كمبيوتر. هذه التلميحات. إذا ضغطت على هذا الزر بابتسامة، يبدو أنني سأصادف شيئا لذيذا.
أنت فقط على حق جيليان. هذا الدلو الضخم من فشاري الكراميل الحلو والمقرمش فقط لك، وتستطيع الذهاب إلى السينما معه حتى بدون فيلم. لديك ما تفعلينه وتستمتعي به. التعامل مع مجموعة كبيرة من الفشار ليست مهمة سهلة، لكنك ستفعلينها. واو، لذيذ جداً. أريد الضغط على زر آخر. سأختار هذا. دعونا نرى على ماذا سأحصل هذه المرة. أها، حزمة كبيرة من السكيتلز الملونة. أعلم أنك تحبينهم كثيراً. آه، للأسف دائماً ما يتساقط لدينا مطر عادي وليس من الحلويات. هذا مذهل. أوافقك. إذن ما الذي يخفيه لنا هذا الزر؟ ألا متشوقة؟ واو، هذا كيس ضخم من المارشميلو الرقيقة. هذا حظ جيد. جيليان، أنت محظوظة جداً. كلنا نريد أن نكون بدالك، لكن هيا استمتعي. نعم، مارشميلو لذيذة ورقيقة ومنفوشة. سوف آكلها بالكامل. جيليان، أخبريني على أي زر أضغط حتى أحصل على حلويات لذيذة. نعم، اضغطي على الأخضر. شكراً. أتشوق، ما هي اللذاذة التي سأحصل عليها؟ لا أريد أن أزعجك يا نانسي، لكنك حصلت على سمكة مملحة لا طعم لها أبداً. أوه، ويا لها من رائحة. على الرغم ربما ستحبينها، لدينا جميعاً أذواق مختلفة. البعض يحب المالح. أوه نعم، لا يبدو أنك سعيدة أبداً. لكن ماذا نستطيع أن نفعل؟ هذه هي قواعد التحدي الذي نواجهه. جيليان، لقد خدعتيني، لذلك سأخذ نظارات التجسس الخاصة بك. الآن سنرى. نعم، بمساعدتهم أنا أرى كل التلميحات. سأضغط على زر الخروج. ماذا حدث؟ ساعدوني، زنزانتي سوف تبتلعني الآن. تم إنقاذي. كلام مضحك. جيليان، حان دورك، اختاري زرا بدون تباطؤ. ماذا لدينا هنا؟ النودل المفضلة لدى الجميع، حلوة ولذيذة. ماذا يمكن أن يكون أفضل من الشوكولاتة بالبندق؟ يتناسب معجون الشوكولاتة السميك جيدا مع المارشميلو الرقيقة. جيليان، لقد حصلت بالفعل على أفضل الحلويات. مرة أخرى جيليان محظوظة. نانسي، ما التالي؟ ماذا لديك؟ حلوى جيلي بيلي، ما أجملها وأحلاها. صحيح، هناك خدعة واحدة. هذه الحلوى لديها أذواق مختلفة وليست كلها لذيذة. لن تعرفي أبداً ما هو الذوق حتى تجربيها. حلوى مشوقة، سوف أجرب هذه. ماذا يا نانسي، أخبرينا كيف طعمها؟ واو، هذه حلوى سحرية للاختفاء. نانسي، أين أنت؟ هي، هل هربت ولم تخبرني بأي شيء؟ وتسمي نفسها صديقتي؟ نانسي، أين تختبئين؟ لا يراني أحد، يجب علي استغلال ذلك. أنفي. أي. نانسي، انتظري، سأريك الآن. الآن سأصل إليك. أين أنت؟ هيا أخرجي. ما هذا لدى المهرج؟ إنه مفتاح القفص. هاي، أنا حرة. الآن سوف أحرر جيليان. هيا أخرجي بسرعة لنركض. وداعا أيها المهرج الشرير. سأكون الأولى. أوهو، شوكولاتة رائعة. لكن ما خطبها؟ كيف يمكن أكلها؟ لقد ذابت تماماً. أنا لا أحسدك. فكرة، أنا أعرف كيف أكل هذه الشوكولاتة. سوف أحتاج إلى ثلج ومقص.
أولا سأجربها قليلا. لذيذة. إذا سكبت الشوكولاتة السائلة على الثلج سوف تتصلب ويمكنني أكلها. ومن الممتع أيضا الرسم بالشوكولاتة. كان رائع. لعب يسيل. أجرب. مذهل. ماري لماذا تجلسي؟ هيا افتحي طعامك. قطعة شوكولاتة مجمدة؟ حقا؟ إنها مليئة بالجليد. هذا أفضل لنرى. يامي. تبدو لذيذة لكنها مثل الصخرة. كيف يمكنني أكلها إذا لم أستطع تناول قضمة؟ هيا انكسري. حسنا سأحول لعقها مثل الآيس كريم. هذا سيستغرق وقتا طويلا. من الجيد أنني حصلت على شوكولاتة ذائبة. يمكنني صنع أي شكل ثم أكله. هذه المرة سأفتح أنا. لا أنا. حسنا أنت. وافل مجمدة؟ بالطبع أنا أحب الوافل لكن ليس المجمدة. إنها متحجرة. ماذا لديك؟ لنكتشف. يا له من حظ سعيد. لديك كعكة جاهزة ذات رائحة لذيذة. لا أستطيع الانتظار لأكلها. إنها ساخنة جدا. يدي تؤلمني. ماري أمسكي كعكتي. أفضل بكثير. شكرا لك. ولكن كيف يمكنني أكل الوافل الحار؟ فكرة. لكي لا أتسخ سأستخدم شوكة وسكين. ستبقى يدي نظيفة. أنفخ عليها للاحتياط. لذيذة. ماذا تفعلي؟ وافل مجمدة غبية. هيا انكسري. ربما يمكنني قضمها الآن. لا زالت قاسية. لن أكلها أبدا. أوكي. لا تحزني يا ميا. لا تحزني. انظري كعكتي تكفي لشخصين. تفضلي. لنفتح معا. هيا. واو شوكولاتة ساخنة مع مارشميلو. وأي واحدة باردة. حسنا سأشربها باستخدام المصاصة. لماذا لا يمكنني وضعها؟ هاي هذا يعني أن لدي شوكولاتة ساخنة. ليس عدلا. شوكولاتتي باردة. إنها لا تنسكب. حسنا سوف ألعقها. إنها لذيذة مثل الآيس كريم. وأنا حصلت على مارشميلو ناعمة وحلوة. وأيضا الشوكولاتة. حارة جدا. لا أستطيع مسك الكوب. ما العمل؟ فكرة. سأرتدي القفازات. بعدها لن أشعر بأي شيء. عظيم. نعم لذيذ. وأنت العقي الجليد. ولماذا أنت الأولى؟ هيا معا. 3-2-1. معكرونة. هاي رائعة. مهلا. هل هي مجمدة؟ لا أستطيع حتى إخراج العصا. لا أخرجتهم لكن هذا ليس أفضل. لست محظوظة لكن أنا سأتناول وجبة خفيفة لذيذة. عصا النينجا. لنجرب الآن. فمي مشتعل. احترسوا لا يمكنني إيقاف النيران. أنا أعرف كيف أذيب المعكرونة خاصتي. ساعديني قليلا ميا. نعم الآن يمكنني الأكل. الآن أسهل. هذه المعكرونة كانت حارة جدا. شكرا للمساعدة. الآن سأكل وجبة خفيفة. كم هي فاتحة للشهية. آسفة نسيت الاتيكيت. هاي معركة الأصابع ستقرر من الأولى. لا يمكنك هزمي. لا تحاولي. نعم أنا ربحت. ماذا لدي؟ مصاصة ذائبة. وكيف أكل هذه المادة اللزجة؟ حسنا ماذا لديك؟ لدي مصاصة كاملة. لا أطيق الانتظار. لساني تجمد. كم هذا مؤلم. أعرف كيف ألعب مسحة على ميا. أنا أدواتي عظيم. ميا ساعديني. المصاصة الباردة علقت على لساني. هيا هيا سأسحب.
نجحت ولسانك حر. ماذا؟ يبدو أنني بلغت قليلاً. أوه، نكتة غبية. من الأفضل أن أعتني بالمصاصة خاصتي. فكرة؟ ماذا لو نفخت فقاعات من الكراميل؟ مذهل، أنا أجيدها جداً. هذه الفقاعات لذيذة، هل أستطيع التجريب؟ لا يكفيك مرح اليوم. لنلعب قرعة؟ لقد فزت. هاي، إلى أين؟ أنا الأولى. أتساءل ماذا يوجد؟ ناجتس لذيذة، لا أستطيع الانتظار للتجريب. أيوي، إنها ساخنة. ها، هذا أفضل. كمية لذيذة، شهي. حان الوقت لتعتني بوجبتك، هيا. حسناً، ناجتس مجمدة، لا أستطيع حتى فتح العلبة. دعني أساعدك. انظري هكذا، أمسكي. لا يستحق، أفضل عدم فتحه. حسناً، سأجرب. أوه، إنهم مثل الأحجار، يحتاجون إلى تسخين. رائع، لدي مكواة الشعر، سأجرب استخدامها. أتساءل كم من الوقت سننتظر. أوه، ما هذه الرائحة؟ جاهزة. يبدو أن الناجتس جاهزة وساخنة. أوه، لذيذة، أنا عبقرية. لا أستطيع الانتظار. أوه، انظري من هناك. أنا سأفتح أولا، ولدي بيتزا. هذا غير عادل. آسفة، لم أستطع المقاومة. أحب البيتزا، كم هي فاتحة للشهية. لذيذة. الآن دورك. نعم، لست متأكدة أن لدي شيء لذيذ. بيتزا، لكنها مجمدة، كنت أعرف ذلك. حسناً، سأجرب. أوي، أسناني. كيف سآكل إذا كنت لا أستطيع القضم؟ يبدو أن لدي فكرة، دعني أساعدك قليلاً. هكذا، أقدمي، أمضغي. عظيم، نجحت ماريا فعلاً. أي، يبدو أنني بلغت قليلاً. أولا، أسناني. بيتزا حجرية غبية. أعلم ما الذي سيبهجك، البيتزا خاصتي، تفضلي، كوني حذرة هذه المرة. واو، يا له من فستان جميل، سأشتريه الآن. آه، يبدو أنه ليس لدي أموال. ليلي، مغفلة مثلك لا تحتاج لفساتين غالية، لكن لدي الكثير من المال، سوف أنفقه على هذا الفستان الرائع. ها هو، تفضلي. شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء أيتها الحمقاء. أعذريني يا أنسة. ماذا؟ هذا لي، حفنة كاملة من المال. ليس بهذه السرعة، تعالي معي. هاي، سأصبح غنية. عن ماذا يتحدثون؟ لابد لي من معرفة ذلك. قفي، قبل أن تذهب وبعد من ذلك يجب أن ترتدي الأقنعة. حسناً، الآن لا يمكنني رؤية أي شيء. ميلا، كوني حذرة. حائط. حسناً، أين نحن؟ انظروا، بدأ العد التنازلي. وماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنني سأفوز في جميع المسابقات أيها الخاسرون. كل ما علي فعله هو السير على العمود الخشبي. لم يكن بهذه السهولة. حسناً، أنا متأكد أنني أستطيع فعلها. خطوة كبيرة. أوبس، كم هذا محرج. إنه لطيف، يا له من لون. أحتاج إلى الخروج بسرعة وتغيير ملابسي. هاي، نجحت. لقد نجحت يا أليكس، ابتهج. الآن حان دوري، علي أن أمشي ببطء شديد لأحافظ على توازني. الوضع غير مستقر هنا، أنا أسقط. لا، واو، يبدو أنني نجحت، لكن عن طريق الزحف فقط. كم هذا مخيف. أنا خائفة من النظر فقط. سأنتقل هكذا وأنا جالسة. مبروك يا فيتا. حسناً، كيف سأتجاوز ذلك؟ فكرة، أحتاج إلى وضع الكعب على حذائي.
ماذا تفعل؟ الآن هذه أحذية بكعب رفيع وحاد، بالتأكيد لا أستطيع السقوط معها. أوهو، نعم ميلا تقوم بعمل رائع. بقيت خطوة أخرى. نعم فعلتها. ليلي أنت الآن. فكرة، لدي دبابيس. صحيح أنها مخصصة للشعر، ولكن إذا قمت بلصقها بهذه الطريقة مع أحذية الباليه المسطحة ستكون تماماً مثل ميلا. الآن أنا جاهزة لإجراء الاختبار. نجحت. ليلي كوني حذرة. أو